بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الخامس والأربعون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب التمييز هذا محل ومبحث عشر كيشاني أفرتني يا شناد كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية والف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى حنوغا بالأمر يا عشر كيشاني أفرتنات باب التمييز تمييز كباب كيسي هذا محل هو مبحث تمييز قو حكميه منصوبات الأسماء أسماء الله نصبنا يا أي كميه تمييز قو حوليها تعريف والله قوض اللغية اصطلاح لغة واصطلاح تمييز قو حوليها أحكام واي حكم نوع علماء قاربا كعبرو مفرد كعبرو حكم تمييز قول حوليها أقسام شروط أمثلية إعراب أو فيرسات تمييز قول حوليها تعريف هو لغة واصطلاح لغية اصطلاح لغة واصطلاحا حكم بوله له حكم حكم نواله صدح وله أقسام قيبوله قيبو أقسام بوله وله شروط شروط نواله وله أمثلة وإعراب أمثلة إعراب كي نواله التمييز لغة حق اللغة علماء غار وحيدا التفسير وعدين وي يقال وحالا ميزت كذا من كذا التمييز لغة التفسير وعدين تقول وحاطيه ميزت وان عديي كذا كاس أيان من كذا كحقي سكعدي لكن كاوى تحفة سنية صومر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عشماء حيري التمييز لغة الانفصال تاسلو بدي تمييز اللغة هو انفصال أو صار كلا سوء عدو لقوله تعالى بودلي شري وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا صعما وامتازوا صعما اليوم أنت أيها المجرمون الدنبي ليال يا قالوا صعما مركا التمييز اللغة الانفصال وسعمت بعده وسعمت التمييز لغة الانفصال وسعمت ملقرت اصطلاح كتاب كاينورد التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن به من الذوات والإدارة اصطلاح فيره التمييز تمييز هو تمييز الاسم ومقع اسم أدلة فعل حرف بابا المنصوب لكورد مرفوعي مجرور بابا مرفوعي مجرور وحكم كيسين كاو منصوبات الأسماء المفسر عدينا هي لما شيء إن بهما قرصومي أو من الذوات ذاتين أو النسبي ما تقدر أما النسبيين التمييز تمييز هو تمييز الاسم ومقع المنصوب لكردقا المفسر عدينا هي لمن بهما وحقرصومي أو من الذوات ذاتين ذوات جمع ذات ذات لجمعي وذات فير هذا تمييز اللغة وحان التعريف بأنه قبلنا لغة الانفصال سعمد لقوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون واصطلاحا هو الاسم المنصوب واسم منصوب المفسر عدي لمن بهما أي لما خفي وحقر صومي وستر أستر مي وحده قلي ده قلي أوقر صومي أذاته حكم كالتمييز هو المنصوب ضوي النصب ومن منصوبات الأسماء بكم أسماء الله نصبنا أقسامه بانجلي نافير هذا مسألة مهم كهلكم هلكنا هذا غفير
التمييز ينقسم إلى قسمين، تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة. أوفير سهدها تمييز قلبه وقيف سمايا. تمييز الذات من لها تمييز الذات، تمييز الذات اللهم عمل تمييز المفرد ما يعيس الله تمييز المفرد لا ولا واسلهن تمييز الذات هي تمييز المفرد واسكمت وحل وحل تمييز قلبه وقيب سامد وحل تمييز الذات ويسمى أيضا وحكروا لقوم عبا إسرائيل تمييز المفرد كلامان وحل تمييز النسبة نون سين سين نسبة نون سين بعد أجاب تمربودة تمييز النسبة ويسمى وحلوما تمييز الجملة كاس فير هذا تمييز قلبه وقيب سما وتمييز الذات هي تمييز النسبة تمييز الذات كما يعكروا لها تمييز المفرد نوال ليرة تمييز المفرد ومحاطة تمييز الذات نوالنا تمييز الذات هي تمييز النسبة مركورة وقيب سما تمييز الذات ما يعيس الله تمييز المفرد نوال له تمييز النسبة ما يعيس الله تمييز الجملة تمييز الذات ومحاطة وتمييز المفرد لغو مقعا هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة وحكر يالا اسم إساء كهر ريو قرصون بو قرصون إذا كبحيا اسم إساء كهر ريو قرصون أيو قرصون إذا كبحيا هو ما رفع إبهام اسم مذكور هو ما رفع ووحي قريلا إبهام اسم اسم قرصوم مذكور لا شيء قبله هرتيس مجمل الحقيقة حقيقة سر لضوضوبي هو ما رفع إبهام اسم إبهام اسم مذكور قبله هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة اسم كهر هي قرصون أي قرصونات كقاض ما يقول كان نقض علماء قار صدح بينه صدح وصين قارنا أفر أميد بيك لقاض بعد كو بعد العدد بناء بعد العدد ترى كدب لمبر كدب بعد العدد كو مثل تمييز الذات أما تمييز المفرد صدح بالنقطة بثلاثة أنواع قال ربي أربعة دهن مد بي كالقادة صدح رعضات كقبة وحادي بعد كو بعد العدد بناء لمبر كدب محاكم إذا واشتريت 20 غلاما واشتريت وحانقت 20 لباتا غلاما من غلام وعضون غلاما وتمييز حقا دعي يا بعد العدد لمبر باكور ريسوما 20 إن هذا أخي له 99 نعجة نعجة حقا دعي بعد العدد لمبر كد إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله كبعد العدد بلا لمبر كدبون هل ما هيسا كالباض وحونا بعد الكيل كو مركز صدح كدري بعد الكيل والموزون بيس قدرة أما بعد المكيلات والموزونات وحيالها الله بيقى أمل الميزان قال روي كلا قال بعد الكيل لمر بيك بعد الوزن لمر كلا قال بيجد يا ميزان فير راشين كقار والله قبيع سمار ملالي كوبي ككيل بينه وميسد قارنا كي والو ميزان سما مرق علماء قار هلا مر بيك قار كده قال وحيدن بعد الكيل والوزن سكوب أما بعد المكيلات والموزونات وحي الله بيقى عمل لميسو أما لميزامو كان محاكم إذا أوفير سعادة كان وحاتري
اشتريت وحان يبسدي ردلان حضل زيتان من زيتين وسليد اه سليد ما حي دعدي بعد الوزن واحلى ميزام ايوه حضل كوض ان كعراق وين لقي استعمال جروه قفيز يا رضلي ها ماركا اشتريت وحان يبسدي ردلان حضل حضل وإناء مكيال وحلو بيجري زيتا من زيت أو سليدا اشتريت وحان يبسدي إردبا والقمحا وقمدئة سأنا والكلام عمدة الأحكام وحاقود إلى حديث فرقا دبق ويل دبق ليراه سد حسوس قاض يسع ثلاثة آصع بنيد مرك وحيالها صد ويل الوحلو بيكت إنه ماشى المضال كيف فهميني نسكيلي كوبي ها دعي ضدنا وحكال الرضل إيه يقانا إيه قفيز إيه مقرت وآلة الكيل والوزن آلة وحلو بيكت وحلو ميزعمه بعد الكيل والوزن هلا مرسوس كذا بعض دي علماء قارة ما هي كذا جنب عن دي لا والله مر بعد الكيل اللمبر بعد الوزن اللمبر ما قرأت نوع صدحات بعد المساحات بلى وحيالها الله تاكيو تاكنت وحيالها الله نضميه نضمين بعد المساحات أوسين بعد المساحات اشتريت وحان يبسدي شبرا تاك ارضا اطل اه هل تاك ذراعا اطل ارضا تاكذو هل نقطة تاكذا اطل كيلو متر وحيالها لا تاكيو ها انا بريو را تاكي بير اللي قار كينو هما قانانو بير واسومر وحاجر وانقابي هكتر ايوه مغشانا مرة ماركا تعب قاسي بقى لي رك بيرت فلا الله درا مرة كذا معلومة قرصة ما آه مرة وان جاب بعدها تبرت ما قوي وان جاب بك قوان ما قه هكتر هكتر كوي انت عصوي مرة رك بقى اللي جيلين هيا بيرت والله فلا مرة نيم كهذو بيرت آد وقنا حي الحجي على قبنا رك رابدي وصور ورصلا وقلنا والله كرنا يا سفي عمو أفلان هذا كله رك شغالة وقال مرة قاروا حاجة شغالة وخيافة مركة عردوك بالله كان وحسن يقول لك كان وكدوك كان وفلان قالت مركة هكتر بعد روان جاب بعد مركة اشتريت وحان إبسادات شبرا تاكو أرضا أولا اشتريت وحان إبسادي ذراعا أولا باعا عصونا كيلومتر كيف سوغل بعد المساعد وحلا تاكيما بعد يوضا واحد نعا واتميز ونوع نوعا ما يقول نغلي بعد العدد لمبر كدبو نعا اشتريت 20 غلام بعد الكيل والوزن ما لا والله مبر بعد كده يتنى مساعد اسكو هل لمبر هلا داك كده يتنى مركو حدي بعد الكيل والوزن بعد المكيلات والموزونات هذا اسكو قبط اشتريت وحاني بسدي ريدلان رضل زيتا إيه بعد المساحات وحي لا تاكي تاكدو اما لوك هنقط اما قعان هنقط اما باع هنقط كعمل لك لتاي اما كيلومتر لسار وحي بلا تاك اشتريت وحاني بسدي شبرا تاك ارضا من ارض كا تمييز قاو حالة تمييز الذات تمييز المفرد وحونا بعد العدد بعد الكيل والوزن بعد المساحات مساحات واسين ما لقيت تمييز قال بعض وحال تمييز النسبة أم تمييز الجملة سو جملة كهر رئيس أو قرصان كي هره اسم كهر رئيوم بقاعد هاي مكت قرصانات كذا كن جملة دنا كهر رئيس أو قرصان أيو قرصانات كذا مالك تمييز النسبة هاس أم تمييز الجملة اللي يراه وحاول يسوي معرفة وأوحي قريان
إبهام النسبة في جملة سابقة عليه. ما رفع إبهام النسبة نسبة قرصون في جملة سابقة عليه جملة كورس قرصون أي قرصون أنت كقاضي. ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه جملة كورس قرصون أي قرصون أنت كقاضي. وهو قسمان سلبه وقيب سما كان تمييز النسبة من تمييز الجملة لبو محول يا غير محول محول يا غير محول محول من ملك سوري ملك نكيمت غير محول من أن سوري وصال وعك تمييز النسبة وتمييز الجملة لو مع الجملة كون رئيسة قرصون أيو قرصون أنت كقا ما يقول قيب سما لا محول إيه غير محول محول ومن ميل كسوري غير محول له ميل كسوري ما لسيدنا الوارك ولا يري هسه في رهض محول كي صدح والنقض محول عن الفاعل وحن تمييز جاء بريه رفع علبه فاعل كي وكسوري وحن نقض تمييز محول كله وش وايد وحن هدا تمييز جاء بريه رمحوها فاعل حاجة هروية لفاعل فاعل ماذا وكسور وجدال بيونا محول نقضي تمييز تمييز قال مركب حاجه محول عن الفاعل فاعل بكسوري تمييز قال كوك محول أنجر فاعل فاعل ماذا وكسور محول نقضي تمييز محول عن الفاعل بل قيبت الله محول عن المفعول مفعول بكسوري بري وروحوا أنجر ها مفعول به وكسوري قال محول نقضي تمييز تمييز كان عارك يسمى مفعول به وهبل أصل مفعول به النمذي وكسوري تمييز بنو محول عن المبتدا مبتدا وكسوري وحن تمييز جا حرين محوها مبتدا مبتدا النمذي وكسوري محو نقضي تمييز تمييز كان هذا ماشي النوي على محوها هنجر حري مبتدا مبتدي وكسوري محو نقضي تمييز كان محول بلا محول عن الفاعل أمثلة والله هي محول عن المفعول قرآن كاللفظ بيكا كارين لكن قرآن كواد اسمه بدل هي محول عن المبتد وعارك الدورنا محول عن الفاعل وحاوية ده متن قوية تصبب زيد زيد باشو ما عرقا إذن يا هذا تمييز عرقا عرقا تنفاعل بها تصبب عرق زيد بوا عرق زيدين فعل ماذي وكسو تقول تمييز بونه تصبب زيد عرقا كمفعول كسوري وحيكون مثاليا صح ما اها وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وفجرنا الارض عيونا بري ورا وحي حي بين الاصل اساس عشبه وكقر الأصل هو هذا وفجرنا عيون الأرض هذا أصل كسائية بدل المرك قرآن ما يسمى بدلها فهما لا تبديل لكلمات الله علماء قالوا حيكسوا دوين لفظ إسك عربي وفجرنا الأرض عيونا لفظ إسك عربي أبقى درس قرآن كان وفجرنا الأرض عيونا وحوها وفجرنا عيون الأرض ونحو ليبا كشق يسوى فجر الأرض عيونا بونوضي وحا وحج رباه مركب مثال هذا نوع عاسع قصر كاسيكو مثال يعني أما محول عن المبتدأ وزيد أكرم منك أبني يو أجمل منك وجهني كاسي غير محول مياه كاسوري نور مثال بيشيء قاركو صدح بيكسوك امتلاء الإناء ويلكي بحسن ماء بيو امتلاء الإناء ماء ويلكي بيو كبح اسمه غير محاول ميلو كسوري ما لساء ما لوار ما أنتو لله دره فارسا عربت أنك يبقى بأن لله دره فارس ألا ونأكسر عانه وقصو كرا إله مباسي يا لله دره فارسا عانه وقصو كرا إن إله مباسي الموقت وكفى بالله وكيلا وكيلا تاويلا التمييز تمييز هو تمييز على ثم قوي المنصوب لكرده اي المفسر عدينا لمن بهم وحقرسون ومن الذوات ذاتين او النسب نحو قولك هذا الكاي وحي لمده تصبب زيد زيد باشمي
تسبب سوف فعل ماضي ما زين فاعل سو جملة ما جملة وهي قرصنت إنها لتوش ما يهديل مفوق بحي على البحر تسبب زيد زيد باشو ما يسومها شو ما كان محوه مركا أوفى من على البحر عرقا من عرق إذن مركا عرقا تواتميز ما هي عديس وهي لو قصد يا تسبب زيد شو ما 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 لو قصد يا ديدي اصل كو هو اها بالا فير مارك ومحول عن الفاعل كما قال عرقا ترى فاعل اهيد بك لو يربريون او هو اها تسبب عرق زيد تسبب عرق زيد عرق فاعل وزيد مضاف اليه بس زيد كي بالله مريو فاعل لغا دي عرق انا محا لغا دي تميز بريورا محو اها فاعل تصبب زيد زيد باشما عرقا من عرق بذي الحق تصبب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العرق زيد فاعل تصبب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر عرقا ومحل شاهد وبيت القصيد ومحل المراد وأجيد وحالي أجيد لقما الدقمو لما نحل ما أجيد لقما الدقمو لما نحل ما عرقا تمييز منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخر ماشى أنت مثال تعالى فيه تدوي مثال بعطا سيأضع سنة من بقى صدح ظهر محول عن الفاعل قوامي وإذا قلوا محول عن الفاعل صدح ظهر محانر محول عن الفاعل وتسبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وضاب محمد النفس صدح محي محول عن الفاعل وتمييز النسبة وتمييز الجملة اللي يراد ولمن قارها قيب توي محول عن الفاعل وحن تمييز قا فاعل بو أهانجر ما قرأ وحن تمييز قا محو أهانجري فاعل واتفقا وحاب حسابي بكر بكر واتفقا وحاب حسابي بكر نكي بكر بركة دادك إنها الله ورع علما ميوكب حسابي ورياء محولة مركز ما شحمن من شحمن حير ها نك واحد روبه ها حوج نبلي ورا يرحوج اللي سوي الأمان يجري عيل كهذا للنعي بري ورا تاسع اللي سوي أمان يجري مركز شحمن تن بري ورا محوها مركز فيه هريج وتفقع شحم بك فاعل بوه وتفقع وحاب حسم شحم بكرين بكر حيديس مجرس مارك شحم دي تميز كات واتفق بكر باب حسين جملة لا تنبع قرصونة وحكم حسين معدين موقت شحما من شحم هذا وعد تعرف شحما من شحم حي واتفق الواو حرف عطف تفق فعل ماضي بعدين تفق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بكر فاعله تفق مرفوع على أن ترفع ضمة ظاهرة في آخره شحما محاول تميز ومحل الشاهد وبيت القصيد ومربط الفرس وأجدري شحما تميز منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخر نوعي ولبر وتمييز النسبة وها تمييز الجملة قارهان محول محول عن الفاعل صدح وغرز محول عن الفاعل صدح رئيس وغض وضعب وحاول أكثر هذه محمد محمد ولاقي سمحوه وأغرسوه نفسا من نفس حقا نفط بريو رمحوها نفس نهريجه وضاب نفس محمد نفس وفاعل بوازبار تمييز جذو علي وضاب محمد نفسا محيا محول حقيقة سوري تمييز عن الفاعل صدح ظاهر رمحوها يمر محول عن الفاعل ما يصير تسبب زيد عرق وتفقع بكر شحما وضاب محمد نفسا واي وضاب الواو حرف عطف ضاب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب محمد فاعل ضاب مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره نفسا تمييز ومحول عن الفاعل كولي من غيبته وتمييز النسب نفسا تمييز منصوب وعلامه النسب فتحه ظاهره في اخره لما يكون حكت يا كان اسكو قبا غوام اسلقف واشتريت 20 كتابا نسخوينكي ورا وحي اهان جيرين واشتريت 20 غلاما
waa gulaaman haya ma jira ajrumiga asalka kaas kitaabta waa xil garate macna ajrumiga asalka waa gulaaman wa ashtaraytu 20 gulaaman nusala wal haysan sooma kaas asal wa malaktu 90 najatan ana hada tafadu sinay u yidhi wa ashtaraytu 20 kitaaba ashmaawi ma haysan maxuu dhig gulaam asal way sawak gulaam taas asal labadan mithal isku qaba feer had wa ashtaraytu 20 gulaaman iyo wa malaktu 90 najatan ma haysan labadana waa tamyiz ba'd al adad horta tamyiz ahaan waa tamyiz gii la dhigay tamyiz al dhaat ama tamyiz al mufrad nooce nooce ba'd al adad maxay dhacaan lambar kad ka horana 20 uu ka dambeeyay ka dambana 90 soo ka dambeeyay tamyiz gan tamyiz al dhaat kii wey gaar ahaan nooce ba'd بعد العدد لمبر كد بعد العدد واشتريت وحاني بسا 20 لباتن مركا لباتن او على ودي غوريا لباتن قال 100 تذكي وكو لباتن لباتن لبا ما لباتن كتاب ما لباتن تليفون ما لباتن قميص با ما يوحاد وانت او مي غلاما من غلام او اضو لباتن اضو ها ومالكت وحاملكي 90 سغاشن سغاشن كمحي نعجة من نعجة أو صبان ها وإذا قيب كم ها ضبا من أرجي آدو قرن هنين موقت ذاتكي أمبادية صومر وهم قال أنكو كوتا بريس اللي بات طائما أحمد فانسينك ذاتكي بادية أنا وحيوار كان يكون هنا ذاتكي بادية أنا وحيوار والسكو رسيه dadkii baadiyaha ka yimid dadkii oo magaalo ku kore waxa arur arur ay u arkaan oo xogaa garashadooda ha garatay ma dadkii magaaladana dadkii reer baadiyaha waxay u arkaan dad u dhamaatay nolol garanay ha dagaal baa jira hadda ka hor xilliga saxaabada wala ana xilliga Umar bin Khattab aha ee xilli Umar bin Khattab madina tustar adu waxayna khulafa ar-rashid xilli marka dadkii reer baadiya waxay dhahay abnaul mudun la yuxsiruna alqita maasha na laga soo galay reer magaalka nimanka waxba garanay carray ku reer magaalkuna waxay dhahay abnaul bawadi ma yaarifun waxay garanayaan mar inkii ciidanka wato waxa maasha na ajeeb kala socmo iyo dhimar hala kala socmo reer magaal dhinac uba reer baadiyana dhinac ninkii xaggiisa laga yimaadaan arkeena ninkii xaggiisa laga yimaad na warku waa cadaani ma ogta wa sharaytu waxaan iibsaday 20 labaatan gulaaman min gulaamin oo adoon ishtaraytu ficil wa faacil lah xaddu lficili ishtare mabni cala sukuun litisaali bidamiir rafcil mutacarrib wa taa faacilu ishtare mabni cala dam fi maxali rafcin 20 mafcuulu bihi mansuub وعلامة النسب هي الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المذكر سالم بعد شروط مبيوح نعلم لمذكر هي صفة لمذكر ما له شروط بأجر لأنه ملحق بجمع المذكر سالم وإنه أسكعوا غلاما مراد كواك غلام غلاما تمييز بعد العدد أول غلاما تمييز منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وملكت وحان ملكي 90 سغاش نعجة من نعجة وصبين وملكت الواو حرف عزم ملكت فعل وفاعل حد الفعل ملك مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل ملك مبني على الضمير في محل رفع 90 مفعول به منصوب وعلامة النسب هي الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المذكر سالم نعجة مراد كوين نعجة تمييز بعد العدد نعجة تمييز وهي بعد العدد الأمر بيقدم ميسا 90 نعجة تمييز منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها نهب فير وزيد زيد ها أكرم منك وكا وناكس يا أبا وأجمل منك وكا وزيد زيد أكرم وناكس يا منك حق أبا حق أبا زيد بكا أبا وناكس وأجمل قرح سر منك حق وجها حق وجه لبدا فيه لبدا مثال قوابين إسلقش
ومحول نوعي ولي بنا محول عن المبتدا وتمييز تمييز النسبه تمييز الجمله كارهان ها محول عن ايه عن المبتدا او هو هذا لكوره وزيد اكرم منك ابا صوما ابو زيد ابا تو دم يا هوري جسنس ابو زيد اكرم منك ابو زيد زيد ابي ابا تو دم يا تمييز هوري جه ان المبتدا والابتداء وبلوغه ابو زيد زيد ابي اكرم منك كاوناس واجمل منك وجها وجه ذا صهر مري وجه زيد اجمل منك اعراب كفيرة وزيد الواو حرف عاد من زيد مبتدا مرفوع من الابتداء وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره اكرم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره منك من حرف جر والكاف اسم مجرور بمن ما من عرفته في محل جر الجار والمجرور متعلق باكرم باكرم منك من حرف جر منك حقا وكون اكسيه معروف ما شو كنت تعلقه كنت تعلقه منك من حرف جر والكاف اسم مجرور بمن ما من عرفته في محل جر الجار والمجرور متعلق باكرم بانا واقش باكرم وحاول حركه حركه الحكايه له ابن ومراد كي هذا ابن تمييز منصوب ابن تمييز ابن تمييز ابن تمييز منصوب وعلامه النصب فضعه ظاهره في اخره واجمل مركز انت وتكون عطفيس واجمل الواو حرف عطف اجمل معطوف على زيد وزيد زيد اكرم ميد وانا سوي من كحق ابن واجمل وزيد اجمل هذا سوى قدرتنا اجمل خبر بعد كان اسكجر هذا كلام وعلى عطف مارك أكرم يا أجمل ما دام يسكو وزنيهين ولما قالوا خبر كان الوعد في اللفتيس وواحدي وأجمل الواو حرف عطف أجمل معطوف على أكرم على أكرم وعطف المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وزن أفعل منك من حرف جر والكاف اسم مجرور بمن مبنى عرفت في محل جر الجار والمجرور متعلق بأجمل وجها تمييز منصوب له مرادك وهلك وجها تمييز منصوب علامة النسي فرحة ظاهرة في آخره إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا تام حيت إني أنا ورأيت وحان أركي أحد عشر كوية طبعا كوكبا من كوكب أحدك كوكبا تام حاو تمييز نوعه بعد العدد لأن الله مربي كده من عشمان أحد عشر أهرس بعد العدد ها إن عدة شهور عند الله 12 شهرا شهرا دام حاول تمييز بعد إيه بعد العدد لمر وضو في رسالة ما قالت وأجمل وقروح سن وأجمل مذ قروح بضن ويمنك حقا وجه حقا وجه شروط تمييز ولا يكون تمييز ما هذا إلا نكرات نكرا موية ولا يكون ما هذا تمييز إلا بعد تمام الكلام كلام كتاب نقش دي سكدي موية ولا يكون تمييز ما هذا إلا نكرات نكرا موية وحكرا ما هذا ولا يكون ما هذا إلا بعد تمام الكلام كلام كتاب نقش دي سكدي موية ولا يكون تمييز ما هذا إلا نكرات نكرا موية وحكرا ما هذا ولا يكون تمييز ما هذا إلا بعد تمام الكلام كلام كتام نقش دي سكدي موية نكرة قرأته وكل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وحن لك الحين بعد تمام الكلام محل قبضه وجد فعل وفاعله فعل يفاعلك وعين الحين فعل يفاعلك وعين الحين وجد مبتدا وخبر ومبتدي خبرك مضاف مضاف إليه صفات موصوفك وحي حرير كلام وعين لم يسترين ولا يكون تمييز ما هذا إلا نكرة نكرة موية وحكرة ولا يكون تمييز ما هذا إلا بعد تمام الكلام كلام كتاب نقش دي سكدي موين باول استثناء والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم بالله.